شليل أغني باسي مارين شير موت تطفن بغيبر بسوني بون نايت نوتي فيوتن بن شويس أو بن نوتي بن سديري سوز بخريستو جي أفرس كبازي نيغون أفر بويس نيرون أف أريه إيرون أف شبتي نيرون أف تياس ويرون أف تيتوتي نف انتن شاريا تاينو ساي إن سوون مارين تير فبوس باري إيرون خم باركوس أو أباي نم نير تيرون تيبن أون خين ريني بن جبي بان توكراتوري بشويس بن نوتي أبني بشويس بن نوتي بان توكراتوري بيوتن بن شويس بن نوتي بن ستير سوز بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا في الصلاة قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة تطلبات قدسي منهم بالصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب وارحم أجل هذا أنا سأطلب من صلاحك يا محب البشر أن احنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسب كل تجربة وكل فعل الشيطان ممرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك عن هذه الكنيسة المقدسة عن موضعك المقدس هذا نيزي اسنانيف نمني ترنو في صحني مونان جين سوك بيت اكتم بإرشي شنان إهومي جني هوم نمني تشنيد نمي جنتي قم ترسنتي بيقاجي شيرنا شوي سنيو وتينا بو وصر شير ما زد زد من شغل سبح خريستو شيرنا كمار تيرو وشير وشوي كينجي إن وشير بياس لبورز باشو سبورو كوار جيوز فيلو باتر ماركوريس أبا من أنتي مبايات أني يدخن أو مسمي بني وتسوى بنزي إيك أو سبع برام بيرس كبوز بيمريت أنت بخريستوس إيتنس نبرزي أنت تزوتو كوس سوا ماريا شوي سرين وتاني كوي بول تن نوفي سرين هو سروك نم تن أغسوس نم بمي ماي سوا جي أكي أكسوتي أمو نينان شليل الوصف كيسا سيدي أغني باسي كتب نماتي وأيضا فنسأل الله لابن ضابط الكون أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا اطلبوا عن أبا إخوتنا المسافرين والذين اطلبوا عن أبا إخوتنا الذين رقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبانا الأساقف أبانا القمامس أبانا القصوص أبانا الشمامس أخوتنا الشمامس وأبانا الرهبان وأبانا العلماني وأن يحكوا المسيح الذي لك المسيح لنا نحن أنفسهم أجمعين
ونحن أيضا نسمع ما أخبرتم إخوانا لنا خطايانا تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان يا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب قلهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك أقم أجسادهم في اليوم اللي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر إذ قد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين كل واحد باسمي وكل واحدة باسمها يا رب نيحه واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك واعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسيك تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة وغير خطية مباركة طارب إلى زاد بركة واسمك قدوس مملوء مجد أبد آمين تكون رحمتك علينا يا رب كميستك أنا عليك لأن أنا الكل تترجاك لأنك أنت لسه تعم تعمل في حين اسمان خلصنا يا رجاء الأقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين مبارك أنت يا رب علمنا عدلك مبارك أنت يا رب فهمنا حقوقك مبارك أنت يا رب أنير لبرك يا رب رحمتك دائما لأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنا كسرت لي ملجا من جيل إلى جيل أنا طلبت للرب قلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمنا نسنا مشيئتك يا عندك ينبع الحياة بنورك يا رب نعنا النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن الروح القدس الكامل زبد وللأبد آمين جيدا هو الاعتراف للرب ترتيل اسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الموت وصعد السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وانا الدهر الدهور امين ايها الثالث المقدس ارحمنا ايها الثالث المقدس ارحمنا ايها الثالث المقدس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا سامنا اغفر لنا زلات نفتخذ مرضى شعبك اشفيه من اجل اسمك القدوس ابانا اخوتنا الذين رقدوا يا رب نحفوسهم يا من هو بلا خطيه رب ارحمنا الذي بلا خطيه رب عنا واقبل تلباتنا اليك لان لك المجد والعزه في القديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد من بهرستوس إيسوس بن شويسا من الليلويا شيرين تنتيهو إيروس أسوا بسمه أمبر سنسيني بن تيمس نوتس ما بن بهرستوس
شهر سي تسمي سينان بي او ان انت ابني بخريستوس بناتي تي بارسينوس سوا ماتي هو ان تشوي سهري اغون تفرونا من نفسي شنت كانو بنا نبو تي بارسينوس ماريا انتي سي او تو كوسي سوا تي بروستاتس ايدن هو دي بنس دي مترومي اري ابرزين ري اغون ار بخريستوس تار بو كوس انت فريا متنا كو ايفول انت نوفي شيرين او تي بارسينوس تور مين علي سيني شرب شوش انت بن جلس لك بون علي مانوي انت هو ري يا رب سلام ماريا خدم هو صايف شخصا وينا من بس من ريت استوفي ما بري يقول سولو من موتي ايروس خم بيقو انتيني قو جيسوني وطا اجبيري تبلي سمي يا روسالي افتي مني غاري روس كان عميش نرمشوس جامي ابل خم بكي بو صفية سوبن روماتا شيني اوتي برسل مستورا مين هذي سيني شيري بشيش انتي بنقل سفران ما تنتي هواري بمبت الوستاتي سيدو مصرم من شوز ورسوس تكان نوغي نانيبور ميخائي الرئيس هو الأيدان الأول في الطقوس الملائكية يا أخدم أمام الرب إن الله يرسل لنا ما رحم ورأفته بسؤالات ميخائيل رئيس الملائكة العظيم وتكمل الأثار بطلبات ميخائيل لأنه قارب إلى الله يسأل عنه كل عطية صالحة وكل موهبة ما إنما تهبط لنا من عند آب الأنوار فلنسبح ونمجد ونسجد للثالوث الأقداس المساوي الدائم إلى الأبد اشفع فينا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا غبريل ملاك رادانيا الواقفا على قدمي على شاطئ النار ومد يده اليمنى إلى السماء وحالف بالعلي الدائم إلى الأبد قائلا من الزمان إلى زمان وإلى نصف الزمان إلى عام الرؤيا أنا أخبرك بها اشفع فينا رئيس الملائكة الطاهر وبريال المبشر ليغفر لنا خطايانا ششفين عرشي أنجيلوس يويراتو غيرهن نسم بمسم بيبن دكراتور بشمشم مستريون تهيت رايل بابي أويل غبريل بمعيس معاف رفايل بابي سوريا الصداقية الصراتية المناني النيش تدريبر ويني سوى ابن طوف امو بري جنبيسون الشهر ومن سراف ابن يسر ونصب شاس نقوم بفتون زون نصوم وطوصف وخبر مع السيوس رقود افتو ام برز فيتي روس خنتي اكي كلسي انتو نشار بميسف هو سيروف خنو ميتت ممكن اوشي فولف قو اموس جابري وصوتي اوسني اتشن مترتشو اقي اوس الشهر اسني تقول شاس ممتنو اقي اوس السانة توسز مويتك لرنومي اماري بك نين امتكيريني او انصفتن بكلاوس كوا بوي كوا بوي كوا بشوي الصابو تثنم قائمة فلخن بكو ونم بكتايو أبشن قوسم بالي ويا شرناني في أوهم ماوجي آقي يوسم نليل ويا بي أوفا بالنوتي به أربز بابي ناري يكون نصراتي يانجيري كون نمني تغمان إبراري أنت كان النوبي ناني بوز يسوس بهرس توسف صد بالنبا بوستولو سيتي بترس نمدري ياس يوانس نم ياكوبو سيبون في بوس نم ماتيوس بارتلوميوس نم توماس ياكوبوس يالفيوس نم سيمون بكنانيوس تداوس نم مسياس بابلوس نم ماركوس نم لوكاس نم اب سيبن تنم عشير تيس نم طب موشين سابن صوتي ماتياس فيتر شوية نم شبيون يوداس نم كوكي ون نم سابين طب موشين سازبوتا اخرى اوشين عبي بولي جينب ومبكاي تير اوو نوسا جيب بوش بريكسين تيو كوميني شيرين اكو مرتيرو شيري بشوكينج النو شيرين اكو مرتيرو شيري بي ايفانجيلستي شيري بي ابوستولوس افا ماركوس بسي اوريموس شيرين اكو مرتيرو شيري بشوكينج النو شيري بي اسلوفوروس بشوي سيب اور جورجيوس شيرين اكو مرتيرو شيري بشوكينج النو شيري بي اسلوفوروس فيلو باتير ماركوريوس شيرين اكو مرتيرو شيري بشوكينج النو شيري بي اسلوفوروس افا مينا انتني فايات شيرين اكو مرتيرو شيري بشوكينج النو شيري بي اسلوفوروس افا مينا انتني فايات
شیرین کو مرتی رو شیره به شگین گنی او شیره بی اصل و ورس کیری بی فمان بیره مفسی تو بایم چو سریه گم بسل و ورس مرتی رو سکیری فمان بیره مفسی تفکان نو بی نو نو بو شیره نو تینو نمرتی رو شیره نی شگین گنی او شیره نی اصل و ورس نی آگی یو سن تی اشمین تو بایم چو سریه گم بسل و ورس مرتی رو سنی آگی یو سن تی اشمین تفکان نو بی نو نو بو شیرین کو مرتی رو شیره نی شگین گنی او شیره نی اصل و ورس نی آگی یو سن تی اویم تو بایم چو سریه گم بسل و ورس مرتی رو سنی آگی یو سن تی اشمین تفکان نو بی نو نو بو أيها العمدان النيران الكوكبان الحقيان المضيء للنفوس نفضيلهم المقدسة أنبنت النسوان بابور الأزاز يسير ثم أبي أصام وصوات وطهر ساكنا في البراري مسبحان الله بلا فتور نهارا وليلا مثل الملائكة حتى أكمل أمرهما بفرح وتهل ونالك الغالي فسد في أورشليم السمية مسبح مع الملائكة والطغمات السمية ومساف القديسين باتفاق واحد ثم جدان سلوك الأقدس المساوي في الجوار الذي هو بدايات ونهاية كل الخيرات طوباهم بالحقيقة بنك دسين بار أم بنطونيوس باب ولا محبي المسيح اطلبوا من الرب عنا بنك دسين بولتهما أم بنطونيوس باب ولا ليغفر لنا خطايانا المصباح المنير في الفيوم وكل مصر من اجل عجائبه وايات محبه للمسيح زلك ليل الجوار صادق الصباح والابرار والانبياء الذي تبع سيدنا المسيح هو الانبا ابراهام اسقو في الفيوم الرعي الحقيقي معلمي الفضائل لو تعلمنا بالحقيقه نطوب على زيادة فهم في امر المسكين الفقير والله يخلصه تعودت الشهاده للحق مثل ابو ابراهيم ابو اسحاق ويعقوب احببت الرحمه واكملت الوصايا تعودت الشهادة للحق وتعودت الأكل مع الفقراء بإتضاع عظيم أحببت رعيتك محب الأرض يبحثوا عن أبنية جديدة لكنك بنيت في السماء أبنية سمائية كمني عجائبك شافيت المرضى تنبت بالعظائم أخرجت الشياطين صرت الآن قدوة بسيرتك الطاهرة بالمحبة والرحمة والشهادة للحق اطلب من الرب عنا يا بنك الديس مبرا موسكو في الفيوم ليغفر لنا خطيئنا شو بين في قنخ نمشي كان في تو شس نفترن سوا تو كوس نمبر مسين سين بين ما تيون في تاري ما از بن سوتي نا غصوص ور رخيص ابو العرون تفسمنا نال انت فيريني نوتي برسين استور امين لي سيني شارب شوش انت بن كن سلاك بون على مانوي تنتي هو ري بن ما في اوتي ابروستاتي ساتن اوت نارن بن شويس بخرس صدف كان انو في نان تنشيس نازمك يا منور الحقيقي ونمجدك اتى الازرار القديسه والتي اله لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالسيسر القدوس له واحد نزل له المجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضام نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمد بسخ من الآب نجد له ونمجده مع الآب والإم الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر تنقوش تبول خايت انتيا ناستاسي سنتاني رموت نمبيون خنت بيون اسميو آمين ابنو شنائي إغون ش
شنهيت خالون. آمين. صوت ميرون. آمين. اسمو إيروناري إيروناري بويسن إيرون. آمين. أوليم بن قنطر والهارون جن بكشيني خن بك أوغاي أوو كان النوفينان إيبو Amen.
بفرح يا والدة الإله العذراء يا شفيعة في العالم عند المخلص إلهنا نقدم له كل تسبيحنا ونعظمك. شرس فرسان ميتر تو اما نويل تسبينا بيروامي لتخسيسنا انجلون شرسي ابروتا سياني مون تو بطريكتون سيوني مون سامي غالي نومين افرح يا والدة الإله العذراء والدة عمانوئي يا غير مجربة بزواج افرح يا طقس الملائكة افرح يا شفيعتنا عند الآب إلهنا نعظمك. شرست كبرثين سوك بنوت بإرشبنا كنجبيقو خنسيون إفئتنا كنهان بشي خنيرو سليم سمغالي نومين يا والدة الإلى أنت يا الله يا قبلك تسبيح في صهيون وتفالك النزور في أورشليم ونعظمك. افرح يا ممتلئ نعمة يا مريم الرب او كيريوس ميتا سو اغيوس سين او باتير في صبرين سبن سيليو جينوس ان زوكسين طن نماتو سوسن ابوراني قلم ما دو اغيو ميو قصيه ازي وباتيس ولاتين سي ابن سي اغيو ما دو ابوراني قلم ما دو ابن يو سين وبتيرك صلم سين سابن سابي قصن إبرانيون طب نبماتو أغيون بمنو سين وبتير عرسي سابن سابيوس طفروس إبراني طب نبماتو أغيو ميميو سيستينو باتيني إيمون فين سابن سابيوس
بستيرن إبرانيو طم نمماتو أغيون شرستين تيرب صلاسي سبن سبيون دوس النب راني رب نفما تو سبع مرات كل يوم من كل قلبي أبارك اسمك يا رب الكون ذكرت اسمك فتعديت يا ملك الدهر وإلهنا يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي أتى من أجل خلصنا متجسدا وتجسدا من الروح القدس ومن ميام الروح الطاهرة وقلب حننا وكل ضيقنا إلى فرح قلبي وتهل كل فلنجلب له ونرتل لأمه مريم الحمام الحسنى ونصرخ بصوت الثليل قائلين سلام لك يا مريم أم عمانوئيل سلام لك يا مريم خلص أبنا آدم سلام لك يا مريم أم المنجى سلام لك يا مريم سال الحواء سلام لك يا مريم صاح الأجيال سلام لك يا مريم فرح هابيل البار سلام لك يا مريم العذراء الحزقية سلام لك يا مريم خلاص نوح سلام لك يا مريم غير جنس الهادية سلام لك يا مريم نعمة إبراهيم سلام لك يا مريم ملك للغاية مطمئن سلام لك يا مريم خلاص اسحك الكيدي سلام لك يا مريم أم القدس سلام لك يا مريم فهل ليعقوب سلام لك يا مريم ربوة مضاعفة سلام لك يا مريم فخر يهوذا سلام لك يا مريم أم سلام لك يا مريم إرادة موسى سلام لك يا مريم والدة السيد سلام لك يا مريم قام الصامولي سلام لك يا مريم فخر إسرائيل سلام لك يا مريم ثبت أيوب البار سلام لك يا مريم الحجر الكريم سلام لك يا مريم أم الحبيب سلام لك يا مريم ابنة الملك داود سلام لك يا مريم صديقة سليمان سلام لك يا مريم وفاطمة الصديقة سلام لك يا مريم خلاص أشهية سلام لك يا مريم شفاء أجنية سلام لك يا مريم علمي حزقية سلام لك يا مريم النعمة الثانية سلام لك يا مريم قوة إيليا سلام لك يا مريم نعمة إليشا سلام لك يا مريم والدة الإله سلام لك يا مريم أمية المسيح سلام لك يا مريم الحمام الحسن سلام لك يا مريم أمي ابن الله سلام لي مريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو الله
قلبك برجليها مرتفعة أنت بالحقيقة من عصر ميت ومسيئة نعمة ما هي العصا إلا مريم لأنها من سبات نيتها حبلت وولدا بغير مبادرة ابن العلي الكريم الذاتي لشفاعتها وشفاعتها افتح لنا يا ربي باب الكنيسة أسألك يا والدة الإله اجعل أبوابك نجمة للمؤمنين فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا دعيتي يا مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور التي طلعت وغابت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء كلمة بغير فرقة وبتوليت في بيغة فسد فلهذا نمجدك كوالدة الإله اسألي ابني ليغفر لنا أري أبرز ذبي Yeah.
فارح لكما يا رئيسي الملائكة ميخائيل وغابرييل. سلام لك يا ميخائيل رئيس جندر سمر ملاك سلام وتر الخادم رب القوات قلبك حلا وكل جعلك منيف في السماء ويسمك ميخائيل تفسير من مثل الله بلدك الكلمة في الحداء العظمى سيف النقمة وملائكة الرحمة أعطاك بوك النعمة لتشيل المسكونة بقيامة الأموات ومجيء الدينونة على مكتبت أسكنت وطني الويل وإلى الأرض طرحت جعلت الجحيم مسوى وجنوده قدامه وطعام النار جوا لا يمحي إجرامه رياست مرتبت عسكرك ملكوها بعدما هزمت طغماتك زانوها صنعت عجائب شتى مع البدر تريوس ومرات توبيس وأفمية واسترخص صدت إبليس لما قرب لجسد موسى بسم الله الكلمة أبطلت حنته الخبيثة سلام لك يا ميخائيل يا حارس دايما سهرت ذكرك في كل جد يرعب جند الشيطان سلام لك يا ميخائيل يا معونة للمساكين يا قوة الكل هزين يا شفيع في المؤمنين سلام لك يا ميخائيل صانع كل عجائب في الشعوب المسيحيين مانع كل مصائب سلام لك يا ميخائيل يا شفيع المخلوقات الطالب عمياء الدين والزروع والثمرات تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين الكل يقولون يا اله ملك خيل اعدنا اجمعين
سلام لك يا غبريل يا عظيم جند السماوات ملاك السلام والبجد خادم رب القوات ألبسك حلة وإكليل شرفك بأعلى الدرجات وسماك غبريا تفسير حامل البشرة بشرت زكريا بميلاد المعمدا عندما كان في الهيكل يبخر للديان بعد ذلك بشهور بشرت أم النور بميلاد عمانوئيل وتجسد غير المنظور جئت العذراء مخطوبة ليوسف البر الأمين عذراء اسمها مريم من بيت داود العظيم أعطيتها التحية بكل وقار وجلال السلام لك يا مريم نلت النعمة بكمال قلت لها لا تخافي يا مطوبة من الأجيال تلدين ابنا قادر اسمه ابن المتعال وبصوتك جليل بشرت الرعاة بميلاد عمانوئيل المخلص كل الخطى صحيت الملايكة معك بشروا بكل حماس المجد لله في الأعالي والسرور لكل الناس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الملك غبريال أعنا أجمعين
عليك ميخائيل وغبري يا شوي سنبتي رنتي سو توكوس ماريا سماف
بن صوتير انتفكان النوفينا نفرز فينا ريا قنون يرشي انجلوس الثواب ميخائيل نم غبريل انتفكان النوفينا نفرز هم شوي سريع كن بنيو وبنزيك وصعب عبر أم ببسكوب وسنتي بكان إنو فينا نبون ملك هذه الليلة الطيبة التسبيحة أشكر ما أمان الرب ليغفر لنا خطايانا المرضى اشفيهم والذين ركضوا يا رب نيحهم واخواتنا الذين في كل شدة يا رب يعنا وإياهم ليباركنا الله ونبارك اسمه القدوس في كل حين تذبيحته دائما في أفواهنا جيب زمرات جيب يوتن الشيرين بنك ما يسوات تتري سيديك بوتنوش تنمستن في أولا كريال أيصال يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا أغني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين وصلي الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي سلام أجنجل مقدس يا رب أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا ورسونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفع عليك رب الأهل الذين سبقوا فأخذوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وشفانا كلنا ومعيننا كلنا وخلاصنا كلنا ورجانا كلنا وقيامتنا كلنا وأنت الذي نقصد το αναγνώσμα σαν κεραία κβόμπι μαχάφατεν μην αλλά وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصلا من بشارة ماري معلمنا متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع مزامير وتراتيل أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد
على طقس ملشي صادق الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسا باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد لما جاء يسوع لنواحي قيصرية فيلبس سأله تلاميذه قائلا ماذا يقول الناس في ابن الإنسان ومن هو فهم فقالوا قوم قالوا يوحنا المعمدان وقالوا آخرون إيليا وقالوا آخرون أرميا أو واحدا من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فجاب يسوع وقال له طوباك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لم تقوى عليا وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات والمجد لله قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد خم بارس اوسوس بن شويس اون بيون سو كيريا يا جني باسي ايها السيد الرب يسوع المسيح والابن الوحيد اللي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلص المحيي الذي نفخ في وجوه تلاميذ القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم ليهم خطاياهم رفتهم من أمسكتم عليهم أمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في كنود في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض أن يربطوا أن يحلوا كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك اخواتي وضعف المنحنين برؤوسهم امام مجدك ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا وان كنا اخطانا ليك شيء بعلم او بغير علم بمعرفه او بقوله او بصار قلب جزع القلب انت اللي بتعرف ضعف البشر كسر نحب للبشر انعم لينا يا رب بغفران خطايانا باركنا أمين. طهرنا أمين. حاللنا وحالل سائر شعبك
كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون امين الليل يا زوك سابتري كايو كايو من ماتي كان كاي كاستوسيون استونيون انا من تنو شيفول مغو ام مش جي او بن شو سيسوس بخريستوس اسموني اير انت ادبي اسموني ما هو ام بيارو اسموني سيتي نمني سي مارتف ناري تكريني اول سبت أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لينا سلامك اغفر لينا خطايانا ليك الملك والقوة والعزة والبركة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد